نهاية أخطر إرهابي في إفريقيا، من هو أبو بكر شيكاوي أعنف رجال بوكو حرام؟ وأخيراً أعلن الجيش النيجيري مقتل زعيم تنظيم بوكو حرام أبو بكر شيكاوي الذي ظل لمدة كبيرة الهدف والهاجس الأكبر على قائمة الإرهابيين المطلوبين في غرب إفريقيا، وهو ما فتح الباب للعديد من التداعيات والسيناريوهات نفسها على التنظيمات المسلحة المتطرفة في غرب إفريقيا، بما يغير المعادلة وموازين القوى بالنسبة لتلك التنظيمات ونشاطاتها بالقارة بصفة عامة. وبمقتل شيكاوي خلال مواجهة مع مسلحين من فرع تنظيم المتطرف في غرب إفريقيا، بات مصير بوكو حرام كمنظمة إرهابية تعيش واحدة من أضعف مراحلها أكثر غموضاً بعد سنوات من المواجهة والاقتتال الداخلي مع فرع التنظيم، حيث يعتقد المحللون بأن مقتل أبو بكر محمد شيكاوي الشهير يعطي فرصة أكبر لتنظيم داعش غرب إفريقيا في مواصلة تمدده استغلالا للظروف التي تفرض نفسها بتلك المنطقة على أن ينجح في استقطاب مناصري شيكاوي المترنحين في الفترة الحالية والمتخبطين نتيجة اغتيال زعيم التنظيم. وكان تنظيم داعش قد أعلن في وقت سابق عن مقتل شيكاوي زعيم بوكو حرام، وذلك بعد أن مرت العلاقة بين تنظيم بقيادة شيكاوي وداعش بقيادة أبو مصعب البرناوي بعدة مراحل، بدءا من مرحلة الوفاق مع مبايعة شيكاوي لداعش في 2015، ثم الخلافات الفاصلة بعد أقل من عام على المبايعة والتي فتحت باب المواجهات بين الطرفين، والتي انتهت بمقتل شيكاوي نفسه من خلال عبوة ناسفة، كما أعلن زعيم داعش في تسجيل مسرب يوم الأحد. وفي إطار تحليله للمشهد، قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة منير أديب في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز إن هناك تطورين رئيسيين متوقعين بعد مقتل زعيم بوكو حرام. التطور الأول في تقدير أديب مرتبط بوضعية تنظيم داعش غرب إفريقيا، حيث يقول إن مقتل أبو بكر شيكاوي يعني أن تنظيم داعش بدأ يتصدر المشهد في نيجيريا، ومن ثم قد يتصدره في إفريقيا بأكملها بعد أن دخل في صراع مسلح مع تنظيم بوكو حرام. عمر هذا الصراع 5 سنوات منذ 2016 وحتى الآن، وقد انتهى بمقتل زعيم بوكو حرام، وهذا قد يعطي انطباعا أن داعش سوف ينجح ربما في محاولاته إقامة دولة للتنظيم في إفريقيا بعدما سقط التنظيم في 22 مارس 2019 في الرقة والموصل. وأما عن التطور الثاني ضمن التداعيات المتوقعة لمقتل شيكاوي، فهو يرتبط بتنظيم بوكو حرام نفسه، إذ يشير أديب إلى أن التنظيم أصبح ضعيفا ومتهاويا ويمر بأضعف حالاته الآن، موضحا أن شيكاوي تولى قيادة التنظيم في 2009 خلفا لقائده السابق محمد يوسف، وهو التنظيم الذي قتل قرابة 40,000 نيجيري خلال صراع مسلح مع القوات الحكومية، فضلا عن نزوح قرابة 1,000,000 نيجيري. ويشير إلى أن التنظيم يمر بمراحل ضعيفة نتيجة أمرين: الأول مرتبط بمواجهات القوات النيجيرية له عبر ضربات جوية أضعفت التنظيم بشكل نسبي، فضلا عن تدخل الكاميرون وتشاد في المواجهة، وثانيا مواجهة داعش نفسه لتنظيم بوكو حرام والذي انتهى بمقتل شيكاوي. وقدر أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة بأن مقتل زعيم بوكو حرام يعني عمليا انتهاء التنظيم وظهور داعش في نيجيريا على وجه الخصوص بشكل أكبر، وفي إفريقيا على وجه العموم، وهو ما قد يؤدي لقيام دولة داعش كدولة بديلة بعد سقوط هذه الدولة في الرقة والموصل. وأعتقد بأن أبو مصعب البرناوي مسؤول داعش غرب إفريقيا سوف يقود العمل على قيام تلك الدولة في ظل البيئة المواتية التي تشهدها إفريقيا لظروف أمنية واقتصادية، إن لم تكن هناك مواجهة حقيقية للتنظيم الذي بدأ يظهر بصورة كبيرة في نيجيريا على وجه الخصوص وإفريقيا عموما. هذا وقد شهدت فترة ولاية شيكاوي للتنظيم تصاعدا لافتا لعمليات التفجيرات والاختطاف الواسعة وعمليات اجتياح البلدات من أجل تأسيس دولة إسلامية كما يقول التنظيم، واشتهر بدمويته حتى أن أحد التسجيلات المنسوبة إليه قال فيها إنه يستمتع بالقتل كما يستمتع بذبح الدجاج.
وفي عهده اختطف التنظيم مئات الفتيات من إحدى مدارس ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا في العام 2014، وسبق وأن أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية إرهابياً عالمياً، ورصدت مكافأة 7 ملايين دولار لمن يساعد على القبض عليه. وأشار ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية من القاهرة إلى مبايعة زعيم تنظيم بوكو حرام في العام 2015 لتنظيم داعش، بعد أن أجبره المقربون منه ومجلس شورى التنظيم على مبايعة أبو بكر البغدادي حينها. لكن بعد أقل من عام بدأت الخلافات بعد أن أقله تنظيم داعش المركزي وأعلن تعيين برناوي بديلا له، ويردف لم يقبل شيكاوي هذا التعيين، ومن ثم انقسم التنظيم وانتصر شيكاوي على برناوي في البداية، لكن تنظيم داعش أعاد هيكلة نفسه وبدأ يحدث اقتتالا داخليا واسعا بين التنظيمين، فأصبح هناك تنظيم بوكو حرام المبايع لداعش وتنظيم داعش غرب إفريقيا. ويوضح أن تنظيم داعش في غرب إفريقيا يتمدد وأصبحت له سطوة كبيرة، وفي المقابل بوكو حرام كان يتقلص نفوذه على خلفية ما يتلقاه من هزائم متتالية في مناطق مختلفة حتى مقتل شيكاوي مؤخرا، موضحا أن بوكو حرام في أضعف حالتها الآن، لسيما أن شيكاوي كان رجلا مركزيا خطيرا وله سطوته، لكن تنظيم داعش في غرب إفريقيا لا يزال يحمل قدراته وقواته وسيعمل على استقطاب عناصر بوكو حرام، لكنه لا يعتقد بأن مقتل شيكاوي يعني انتهاء بوكو حرام، إنما سيعمل التنظيم على تعيين قائدا بعده، بينما ذلك يتم بعيدا عن داعش الذي يظل يمتلك أدواته وتمدده بسبب الظروف المتاحة في غرب إفريقيا.